حال. معنا السيد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنه القوى العامله. استاذ عادل، سياده النائب، مساء الخير. عاوز اسالك على يعني الضمانات اللي بتحمي الموظفين في اطار هذا القانون. استاذ عادل، تحياتي لحضرتك يا مصطفى دي، وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بس انا عايز انوه بس الاول، الهدف من القانون ايه؟ نعم، الهدف من القانون بتضامن مع الدكتور عمرو عثمان اللي حضر معانا مناقشات هذا القانون في اللجنه، صحيح، ان احنا بحمل مرفق العام وحياه المواطن اللي هم دوله الاساس في كل حاجه من اي خطر ممكن ان يسببه متعاطي المخدرات او متعاطي العقاقير المخدره للمواطن المصري او احد من افراد اسرته. ومن ضمن اهداف القانون برضو ان انا بوفر اليه للحقوق للجهه العمل ان هي تقدر تحاسب الموظف المتعاطي المخدرات دون رجوع للمحكمه. خلاص بقى هنحط حدود فاصله، مش هينفع حد تاني قائم في مؤسسه علاجيه او مؤسسه تعليميه او داخل جهاز من جهاز الاداره للدوله ان هو يقدم خدمه ما يكونش انسان غير سليم. لا، احنا من حقنا على الدوله طبقا للدستور ان لازم أن يكون اللي بيؤدي الخدمه العاديه انسان سوي سليم معافي تماما. الضمانات اللي حضرتك بتتكلم عليها، احنا القانون نشر في الجدار رسميا في 16 يونيو. نعم. مش هيطبق غير في 16 ديسمبر. نعم. احنا ادينا فتره 6 شهور في القانون. صحيح. العامل في الدوله اللي هو بيتعاطى يتقدم لصندوق الادمان ويتعالج على حساب الدوله مجانا. لو بيتعاطى مواد مخدره طبقا للمقتضى الطبي يقدم المقتضى الطبي بتاعه. وخلي بال حضرتك النهارده القانون وضح ثلاث انواع من الكشوفات بيتعرض لها العامل. اثنين يعلمهم جيدا وهو مع مصغرات التعيين لما تقدم الوظيفه. الثاني اللي بيعلمه عند الترقي في الوظيفه. الثالث بقى ده اللي هو يبقى الفجائي، بيبقى طبقا لخطه مسبقه بتحطها الجهات المختصه مع جهات عمله عشان تطبق عليه التحليل الفجائي. ومتى ظهر في التحليل الاستدلالي عينه ايجابيه بيختر العامل، وانا هنا بخيره تكمل مع الجهات المختصه ولا على نفقاتك مع مصلحه الطب الشرعي اللي هو مندوبها بيبقى موجود داخل اللجنه اثناء التحليل الفجائي، ده عضو غير تنفيذي لتلقي للضمانه لتلقي العامل اللي عمل التحليل. هل هتكمل مصلحه الطب الشرعي ولا هتكمل في الجهات المختصه؟ لو اختار مصلحه الطب الشرعي هو مخير بين امرين، يوقع عليك كشف او تجرى العينه على نفس العينه ذاتها. نعم. التحليل التاكيدي بقى اذا ظهرت ايجابيه التحليل هنا بيبقى هنا للجهه العامه لها الحق ان تفصل العامل دون الرجوع الى المحكمه. نعم. سلبيه مده الايقاف التي هي لا تزيد عن 3 شهور برضه، يعني مده ايقاف العامل لا تزيد عن 3 شهور مرة. او نتيجة العينة يظهر أيهما أقرب، ده هو ده المدة القانونية دي. أفتكر ضمانات كافية للعامل. نعم. 6 شهور مدة كافية إن هو يكون النهاردة قدر يعالج أو يتقدم زي ما قال الدكتور عمرو ويتعالج على حساب الدولة. أفتكر إن خلال الفترة اللي فاتت دي الإحصائيات عن الدكتور عمرو أرى لحضرتك كلها. نعم، شكرا ليك سيد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة.